مشاهدي محمد بريس، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الوطنية. إذن العنوان البارز في هذه النشرة: الملك محمد السادس يعين أعضاء حكومة العثماني الثانية. إذن استقبل الملك محمد السادس مساء يومه الأربعاء بقاعة العرش بالقصر الملكي رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والوزراء الاثنان وعشرون الذين سيتدبرون المرحلة الثانية من حكومة البي جي دي الثانية إلى حدود سنة 2021. وتضمنت حكومة العثماني الجديدة خمس أسماء تتقلد لأول مرة مناصب وزارية، ويتعلق الأمر بكل من خالد أيت الطالب وزير الصحة، ونزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والحسن عبيبة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس عويشة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. إذن وفيما يلي اللائحة الكاملة للوزراء ويبلغ عددهم الإجمالي 23 وزيرا. حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، جميلة مصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، نزهة الوافي الوزير المنتدب المكلف بشؤون الهجرة، حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مولاي حفيد العلوي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، نادي فتاح وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد بن عبد القادر وزير العدل، الاتحاد الدستوري الحسين عبيبة وزير الشبيبة والرياضة والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، الحركة الشعبية سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. شخصيات دون انتماء سياسي: عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف لويدي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حسين الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، إدريس عويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي. إذن كانت هذه اللائحة الكاملة للوزراء في حكومة سعد الدين العثماني الثانية. دمتم بخير وإلى اللقاء.